بتطلعوا على هون، احنا حكينا هون في عندي لاي بوزيشن، طبعا في حالات معينه مش كل الاماكن، في اماكن بقدرش اجيب اكثر اجيب 8 سوليوشنز، بس انا هون في عندي بهاي بهذا البروما 560 في عندي ثلاث قرارات ممكن اتخذها، ممكن اجيب حلول مختلفه انفرس لا نفس التي الكابيتال تي. اولها اذا بتطلعوا هون انا عندي ثيتا 1، فثيتا 1 انا ممكن اعمله ليفت او رايت، فممكن هذا الشولدر يكون لشمالي، وممكن حتى اجيب نفس البوزيشن شو عملت هون، وين صار الشولدر تبعي يميني، شو بعمل؟ بلف حوالين نفسه 180 درجه بعدين بقلب الايد لفوق، مش هاي بقدر اجيبها وهاي بقدر اجيبها، والتنين بعطوني حل. هاي لاحظوا شو بعمل، بمسك هاي بلفها 180 درجه حول نفسي، فراحت الايد لهناك، وين صار هذا الشولدر؟ صار هون. بعدين شو بعمل؟ بلفه لفوق 180 درجه بصير زي هذا. فهذول حلين مختلفين، ثيتا مختلفه، ثيتا 1 مختلفة وثيتا 2 مختلفة، وبعدين الباقي هدول، وفي عندي شوية اوفست كمان. فهذا مش متماثل، هدول الاثنين مش متماثلين، نهاية فعندي أول قرار بتخذه اللي هو ليفت أو رايت. ليفت أو رايت، وعن مين بحكي؟ عمالي بحكي عن قيم مختلفة لثيتا 1. إذا أول ما بتخذ قرار لما أجي أحاول أحل، طبعاً مش دائماً بيطلع معي حل، يعني يمكن في حالة معينة تنحل على الليفت ما تنحلش على الرايت. عفوا بالنسبه للشو ليفت رايت، انه انا لفيت ثيتا 1 هيك او لفيتها هيك، او اذا بدك تفكري فيها الشولدر ليميني ولا لشمالي، اوكي بصير تفكر فيها هيك، هي راح تول انفولف اني اغير ثيتا 1 واقلب ثيتا 2، اوكي. فهذول ثيتا 1 ثيتا 2 اذا بدكم تفكروا، او ممكن نفكر فيها ليفت رايت هي البوزيشن اوف ذا شولدر. الكتف مره بكون على اليمين مره بكون على الشمال من هون، هذا رح يعطيني حلين. هي هذا اول قرار. القرار الثاني، في حالات معينه انا ممكن اعمل الالبو، اطلع الالبو لفوق او انزل الالبو لتحت واحقق نفس النتيجه. مضبوط، صارت عندي هون هاي، فالالبو هون نازل لتحت، وبنفس الحاله هاي هيها، هاي على فكره زي هاي. هاي هون ليفت ورايت زي بعض، هذه ايش بنعتبرها؟ اظن هاي بدنا نسميها ليفت يمكن، لانه الشولدر جاي للليفت مثلا نعتبرها هاي، هاي ليفت، هاي ليفت وهاي ليفت. بس هذه الالبو، هلا احنا كانسان ما بنقدرش نقلب الالبو تبعنا هيك، بس هو هون بقلب، هي قلب الالبو مره كان هون ومره كان هون. في النهايه هدول ايش لازم حققوا كلهم؟ اذا كان هم فعلا هم حلول صحيحه. نفس التي اللي هي نفس البوزيشن والاورينتيشن، يعني اذا طلعت بالنسبه للبيس بالنسبه للبيس بالنسبه للبيس بالنسبه للبيس، التي البوزيشن تبع التول والاورينتيشن تبعت هاي او الاوريجن تبع السفيريكال بريست من هون راح يكون نفسه بالست حالات او بالاربع حالات هون، وفي عندي كمان اربع حالات راح يجون جداد. اذا هي واضح عندي القرار الثاني، اذا القرار الثاني من هون باجي بقول البو، اي هذه هون الالبو اب او داون، فطبعا لازم احط اب وداون اب وداون. انا ما عم بتكرر لانه هذا الاب مع مين وهذا الاب مع راس، اوكي. اذا هذا اب داون اب داون. هلا شو ضل عندي؟ ساعات بنشوفها هون ونشوف اختلافها، بس هي الهاي هاي انا بقدر الفها 180 درجه بتعطيني نفس النتيجه، يعني بلف ثيتا 6 وبلف ثيتا 4 عكسها، بترجع لي نفس الشيء. هذول حلين متماثلين بس هم حلين مختلفين، فعندي بقدر اعمل فليكينج للريست، بلف الريست تبعي يعني، بس قصدي لو لف ما بعرف شو، يمكن هلا هو مش حاططهم، حاطط بس اول اربع حالات وبخلي نفس اللي الريست. هلا لو لفينا الريست، طب ليش بصير عندي اربع اجداد؟ لانه كل واحده من هذول مين هم الاربعه اللي هون تكونوا؟ ليفت تو اب، ليفت تو داون، رايت تو اب، رايت تو داون. هلا بضيف عليهم كلهم نفس الشيء، بحط ريست فليكت ونوت فليكت. اذا هون اخر شيء بنيجي على الريست فليكت او نوت فليكت، انفليكت خلينا نقول عشان نستعمل، ولا نوت فليكت عشان نستعمل الان نوت فليكت. وهون نفس الشيء راح يصير عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، وراح نسميهم مثلا ان نوت فليكت فليكت نوت فليكت فليكت ان هون F1 F1 F1. فصار عندي 8 حلول، واضح انه عندي 8 حلول اللي هم 2، لانه كل مره في عندي قرار يس او نو. طبعا لو كان عندي 3 ما بظبط، بصير عندي 3 للقوه، اوكي. هذول باينري ديسيجنز، ما فيش عندي شيء غير الليفت والرايت، اوكي. لو في قرار ثالث بصير عندي 3 للقوه، اذا عندي 2 للقوه 3، ف
فنمبر اوف بوسيبل سوليوشنز 8 بوسيبل سوليوشنز. اظن هذول بيعتمدوا على عدد الايز اللي نم زيرو. حتى اطلع هذا الجواب طبعا مش مرسومين الاربعه الثانيين مش مرسومين هون احنا راسمين بس أربعة منهم، في عندي أربع حلول ممكنة. إذا الاختلاف الأساسي بين الانفرس كينماتكس والفورورد كينماتكس، الفورورد كينماتكس له وان يونيك سولوشن ولازم يكون في له سولوشن. الانفرس كينماتكس ممكن ما يكون له سولوشن، ممكن يكون له عدد من السولوشنز المختلفة حسب الديزاين والأورينتيشن تبعت الروبوت، وعادة هذا بيعتمد على النون زيرو إيز. نمبر أوف سولوشنز ديبيندز أون نمبر أوف non-zero A's. وA's اللي هي كانت المسافة distance بين Z أو ZI ZI plus 1 along XI. هذا بالنسبة للجزء الأول. نطلع على الجزء الثاني. دكتور بالنسبة للسؤال الأخير